طب كابتن، يعني نبتدي نستعرض مع بعض كده القوائم. يمكن طبعا لازم الساده المشاهدين يعرفوا طبعا الاجهزه الفنيه للفريقين واللاعبين. نبتدي بالجهاز الفني للنادي الاهلي، اتفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاز الفني للنادي الاهلي: كابتن محمد مسلحي مدير فني، كابتن تامر مجدي مدرب عام، كابتن محمود جمعه مدرب، الدكتور ايهاب فخر الدين طبيب، الدكتور سامح ظلام علاج طبيعي، الدكتور حسن عبد المجيد مخطط احمال، كابتن خالد ابو زينه مدير اداري، كابتن ايمن علي اداري، كابتن احمد سعيد محلل تقني، كابتن عبد الرحمن مكي مدلك، كابتن احمد رشاد مهمات. تمام، ده كان الجهاز الفني للنادي الاهلي. استاذنا كابتن احمد، نستعرض الجهاز الفني لطائره رجال اتحاد اسكندريه، اتفضل يا كابتن احمد. برضه وحي الجهاز الفني الكابتن جمال صبري رئيس الجهاز، وده برضه لاعب كره طايره وكان لاعب منتخب مصر، فطبعا هو على يكون على راس الجهاز الفني لنادي الاتحاد. هو نادي الاتحاد عمل قوة. يعني عمل طفره في الكره الطايره، وشايفينه في مراحل الناشئين والشباب، يعني هو في نادي الاتحاد يعني في عندهم طفره في كره الطايره. في كابتن احمد سعيد المدير الفني للفريق، في كابتن عمرو ابراهيم راشد المدرب العام، برضه لاعب كان لاعب برضه في نادي الاتحاد ولاعب يعني فمدرب واعد ان شاء الله. في كابتن سعيد احمد جلال مدرب، في وليد كابتن وليد ابراهيم شلبي المدير الاداري ومحمل التقني، الكابتن علي زكي اداري الفريق، الدكتور علي فؤاد مرسي طبيب الفريق، والكابتن هشام احمد مخطط احمال. تمام، ده كان جهاز الفني للنادي الاتحاد السكندري. كابتن ممدوح، اجل حضرتك عشان نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه طائره رجال الاهلي، اتفضل يا كابتن. كابتن عبد الله عبد السلام صانع العاب رقم 2، كابتن عبد الحليم عبه رقم 3 ضارب من مركز 3، كابتن احمد صلاح الاسطوره رقم 4 ضارب من مركز 2، عبد الرحمن سعودي رقم 5 ضارب من مركز 3، كازيمير المحترف البلغاري رقم 6 ضارب من مركز 3، محمود رؤوف رقم 7 ضارب من مركز 4، عبد الرحمن الحسيني رقم 8 ضارب من مركز 4، واتمنى من الكابتن ميدو النهارده يكون عبد الرحمن الحسيني ليه دور، كابتن محمد معوض رقم 9 ليبرو، كابتن محمد عادل رقم 10 ضرب مركز 3، كابتن احمد عبد العال رقم 11 ضرب مركز 4، كابتن حسام يوسف رقم 12 صانع العاب، ريموند سيزيتو المحترف الكندي رقم 13 ضرب مركز 4، كابتن احمد قد رقم 15 ضرب مركز 2، محمد رمضان الليبرو الثاني رقم 17، احمد سعيد الفتى الطائر رقم 18 ضرب من مركز 4. دول 15 لاعب يا كابتن، وهيتم اختيار 14 للاشتراك، صح؟ في حد هيخرج كده بتالي ولا انا غلطان؟ لا هو فعلا لاعب لازم بيخرجه، بس الكابتن محمد بيعمل احتياطي بيسيبه حسب التسخين، الناس بتسخن ولو في اي ظروف حد تعبان ولا حاجه اكيد محمد بيخرج حسب احتياجات الماتش. هو محتاج لعيب زياده في مركز 4، محتاج لعيب 3 زياده في مركز 3، عايز يريح حد، فهو في الغالب ممكن عبد الرحمن السعودي اللي هو لاعب راكب 3، عبد الحليم عبه محتاج له النهارده عشان بكره، هل هيريح عبد الرحمن الحسيني ولا هيلعبه يديله فرصه هو ناشئ وعايز يديله فرصه كذا بيجهزه للماتش بكره؟ لا، عبد الرحمن الحسيني واخد من احسن اللعيبه في كاس العالم اللي فات ما شاء الله، واخد بحضرتك وفريق 19 هو اللي عارف النجم وشاركه في الماتشات اللي فاتت، وشارك في ماتش الزمالك وشاركه في ماتشات كلها. انا قصدي اقول يعني ان هو بيكسب خبرات ليكون اتقل السنوات القادمه، دي حقيقه، يعني المشاركه في قبل نهائي الكاس اكيد بيديله خبرات طبعا، ده طبيعي. طب كابتن احمد، استاذن حضرتك نستعرض يعني قائمه الاتحاد السكندري، اتفضل. طبعا خلف يومي رقم 2 صانع العاب، وده لاعب برضه منتخب البيتش وهيسافروا يوم السبت، عشان كده يمكن كره شاطئيه، كره طائره شاطئيه، كان الماتشات كانت خميس وسبت بدروها شويه عشان سافر عندهم تصفيات الاولمبياد، فان شاء الله نتمنى له التوفيق. سافر امتى هو؟
هيفاسوا السفر يعني المنتخب هيسافر يوم السبت يعني تمام عشان كده عشان بس لا لا هو انا كده انا فهمت بقى لان طبعا في ناس قال لك ده بيتاجل عشان او بيجي بدري عشان ماتش الترجي يعني انا ما بحبش الكلام يعني كويس حضرتك قلت كده ان هم مسافرين يوم السبت المنتخب مسافر يوم السبت ومنتخب تصفيات الاولمبياد عشان يعني في انت عارف يعني السوشيال ميديا صراحه يعني ما بقتش تسيب حاجه قال لك ده عشان ماتش الترجي ملوش علاقه بماتش الترجي له علاقه ان في منتخب مسافر اتفضل يا فندم وحتى لو كده لو في ماتش هيتعارض مع بعض طبعا ما فيش مشكله طبعا دلوقتي الاتحاد بس السبب الاساسي اللي هو سفر منتخب المنتخب اتفضل يا كابتن في محمد احمد حسن رقم 3 ضارب من مركز 3 وده كان لعيب في نادي الزمالك برضه لعيب كويس عمر احمد صالح رقم 4 ضارب مركز 2 عبد الله نصر شعبان رقم 5 ليبرو عبد الهادي محمود عبد العاطي رقم 6 ليبرو محمود سعيد باشا رقم 7 صانع العاب محمود شحاتة محمود رقم 8 ضارب مركز 4 أحمد محمود محمد ميدو رقم 9 ضارب مركز 4 محمد مصطفى لعبة رقم 10 ضارب مركز 4 وده كان لعيب برضه في نادي الاتحاد ولعب كتير في نادي الأهلي محمد سيد فتاح رقم 11 ضارب مركز 3 وكان لعيب برضه منتخب الناشئين مع أحمد صلاح وعبد الله كان لعب في النادي الأهلي ونادي الجيش وبرضه راح السنة دي في نادي الاتحاد احمد ماهر عبد العزيز رقم 15 دار مركز 3 وده ابن الكابتن ماهر عبد العزيز مدير الاداري في فريق القدم في النادي الاهلي تمام وهو ده برده كان لاعب في النادي الاهلي ما شاء الله في محمود بقى محمود ناصر محمود منصور اسماعيل منصور رقم 16 دار مركز 4 دار برده في منتخب مصر محمود رفعت ادري محمود رفعت ادري رقم 17 دار مركز 2 وكريم حسين رقم 20 دار مركز 3 تمام طب